إذن نرحب بضيفنا طبعا في الدرعية التاريخية سمو الأمير سعود بن ثنيان بن سعود رئيس الهيئة الملكية الصناعية لجبيل وينبع. أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم الوطن بخير. كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم. ويسرني أبدأ حديثي أولا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهنئ القيادة والشعب السعودي بهذه الذكرى العظيمة وهذا الإرث الكبير اللي ورثه لنا موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز يرحمه الله، ومن بعد أبناء الملك سعود وفيصل وخالد وفهد يرحمهم الله، ويمد إن شاء الله في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد والأسرة السعودية ورجال المملكة الذي كان لهم دور كبير مع الموحد في بناء هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية. رحم الله رجالات البلد الذين شاركوا مع المؤسس، وندعو لهم بالرحمة، ويجب علينا كأبناء للجيل السابق أن نتحمل مسؤوليتنا ونحافظ على هذا الإرث الذي بذل الكثير من الدماء حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الأمن والاستقرار والرخاء. طبعا سمو الأمير، من حسن حظي أنه هذا اللقاء الثاني ألتقي فيك، وفي نفس اليوم في اليوم الوطني أيضا قبل حوالي 7 سنوات أو 6 سنوات التقينا. أعرف أنك شخص تواق في المسار التنموي، لا سيما أنت صاحب وتزامن الأمر مع عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. أنت تقود مسار الهيئة الملكية جبيل وينبع من عام 75 طبعا، والشيء بالشيء يذكر بعد السنة الجاية تحتفلون ب40 سنة، صح ولا لا؟ مبروك علينا وعليكم. دعني أبدأ معك في أهم نقطة في المسارات التنموية. المملكة في السنوات الأخيرة عندها فائض من الدخل، فائض عالي، أصبحنا في المراتب المتقدمة بعد الصين، اليابان، ألمانيا، وفقا للتقارير البنك الدولي، صندوق النقد. في عندنا مجموعة من المدن الصناعية، 4 مدن صناعية حاليا. عندكم الآن أضيفت إليكم رأس الزور أو رأس الخير كما صح الوصف أو صحة المسمى الجديد. إلى أين يسير البلد وإلى أين تسير المملكة في هذا المسار، مسار التنمية تحديدا؟ ما في شك أن المملكة تسير مسار مخطط له. المملكة تملك خطط 50 طموحة، خطط عالية جدا. أنا بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أؤكد أن هناك رجال عملوا على هذه الخطط خلال منذ بداية الخطط 50. لك أن تعرف أنه من الخطة 50 الثانية وهي تشير إلى أهمية الصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية وتفعيل إنشاء مدن صناعية. نجحت المملكة برؤى حكيمة وتحدي كبير في وقت كان الناس يراهنون على عدم قدرة بلد صحراوي لا يملك لا خبرات ولا يملك مقومات الصناعة أن نقيم مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. هذا النجاح أصبح له امتداد حيث أنه أصبح عندنا صناعات أساسية. هذه الصناعات الأساسية من أجل أن نعظم العائد على مواردنا اتجهنا كدولة من خلال الخطط ومن خلال أجهزة الدولة المختلفة أنه نركز على الصناعات التحويلية. أيضا كانت الرؤى الحكيمة للقيادة وللملك عبد الله بالتركيز على التعدين كخيار آخر، هذا فأنشئت مدينة رأس الخير، واليوم ولله الحمد رأس الخير واقع نعيشه وهناك استثمارات كبيرة في رأس الخير. وكما ذكرت سابقا أنه إن شاء الله يكون رأس الخير والمنطقة الشمالية محور كبير جدا للتنمية. وعد خادم الحرمين الشريفين أيضا لأهالي الشمال أصبح حلم وتحقق. نركز الآن على التنمية البشرية لتقود هذه التنمية المكانية، وأنا أعتقد أنه بالمقاييس نجحت المملكة العربية السعودية ولله الحمد في إنشاء مدن وستستمر. هناك قطاعات أخرى أيضا حققت نجاحات في مدن صناعية في مختلف مناطق المملكة، واليوم لديهم أيضا خطط طموحة جدا
وسنجني ثمارها. ولاحظنا خلال السنوات الأخيرة أن هناك نجاح كبير في المدن الصناعية الأخرى غير الجبيل وينبع، وستظل الجبيل وينبع رافد للمدن الصناعية بما تحتويه من لقيم. هذا اللقيم سيساعد في إيجاد صناعات مختلفة. جيد. طيب سمو الأمير، الآن بالحديث عن التنمية، إذا تحدثنا عن تنمية الإنسان بشكل محدد وأيضا يعني الآن الاتجاه الذي اتجهته السعودية هو التخفيف من أعباء الاعتماد على البترول ومحاولة، إذا جاز التعبير طبعا، بين هلالين، استنساخ أو تكرار تجربتنا في المدن الصناعية والصناعات التحويلية وما إلى ذلك. هل هو هذا المسار الذي اتخذته السعودية مؤخرا؟ هذا إحدى المسارات، أن تفعل القيمة المضافة من مواردك سواء كانت البترولية أو التعدينية، فهذا مسار. أيضا المسار المهم جدا واللي دائما أنا أعتبره من أهم المسارات هو تنمية الإنسان وجعل الإنسان طاقة منتجة لا مستهلكة. لأن في تجارب الدول مثل كوريا وماليزيا واليابان، دول لا تملك مواد ومع ذلك نجحت في تنمية اقتصادية عالية جدا. المملكة بدأت تركز على التعليم ومخرجات التعليم، أيضا مبادرة خادم الحرمين الشريفين في برنامج البعثات سوف يساهم ويعظم من الموارد البشرية، لأنه الموارد البشرية عندما تكون منتجة مهما كان هناك تعداد في السكان، مهما كان في أعباء إضافية، نستطيع أن نحقق نجاحات. المملكة تواجه تحدي في النمو في عدد السكان وفي أيضا مستوى الخدمات المطلوبة للشباب. شبابنا والله الحمد اليوم بدأوا يتزايدون، نسبتهم كبيرة جدا في عدد السكان، علينا واجب نحوهم وعليهم واجب أن يهيئوا ويؤهلوا أنفسهم حتى يستطيعوا أن يقودوا هذه البلاد ويقودوا التنمية الاقتصادية التي توفر لهم حياة كريمة في المستقبل. سمو الأمير، وأنت تتكلم قبل شوي رجعت بالذاكرة إلى عام 2006، تذكر الجولة الملكية اللي زار فيها خادم الحرمين الشريفين مناطق المملكة، جميع مناطق المملكة، وكان في كل منطقة يزورها يلقي كلمة، الكلمة هذه تتلامس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الطبيعة الديموغرافية هناك. السؤال اللي ودي أطرحه عليك، ثقافة المراكز والأطراف في التنمية، حين ما نعرف الرياض، جدة، الدمام، خلاص الحين تبخرت، انتهت، أصبحت الآن الأطراف حالها في حال التنمية مثل المراكز، والشيء بالشيء يذكر عندنا المدن الصناعية وعندك الآن هذا رأس الخير، يعني الحين صارت ما ادري حتى ايش بتسمون، بتغيرون مسمى الهيئه، تصير الهيئه الملكيه للجبال وينبع وراس الخير مثلا. اولا الهيئه هي هيئه حكوميه تخدم الدوله في اي مجال، وما اوكل لها فهي تم الاستعداد، ونحن اجهزه حكوميه نتكامل وهناك اجهزه حكوميه قادره. جواب على سؤالك، انه اولا خادم الحرمين الشريفين انا تشرفت بمرافقته في هذه الجولات، كان يلمس عن قرب احتياجات المواطنين، وكان يوجه المخططين والمشرعين للاطلاع على احتياجات المناطق وعلى ما يتوفر في المناطق من عوامل مساعدة على التنمية. فتجد التنمية في جيزان تختلف عن التنمية في شمال المملكة، عن التنمية في وسط المملكة، حسب الموقع الجغرافي وحسب عدد السكان ونوعية الخدمات المطلوبة. فأنا أعتقد أنه نجحت الزيارات هذه في تحقيق كثير واختصار الزمن. صحيح هناك استراتيجية عمرانية قامت فيها وزارة البلديات، هذه الاستراتيجية العمرانية حددت محاور للتنمية شمالا وجنوبا وغربا، وهناك أكثر من محور، وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى تفعيل. خادم الحرمين بنفسه وقف على هذه المناطق وأطلق مبادرات اليوم إحنا نجني ثمارها. أيضا علينا مسؤولية أن هناك هذه المبادرات أن نعمل سويا على إنجاحها كمسؤولين وأن نتكامل كأجهزة حكومية. هذه المبادرات طموحة جدا جدا، يعني كل ما أنا أتذكر مبادرة وعد الشمال والتحدي الكبير وتركيزه يحفظه الله على تأمين خدمة للإنسان وتدريبه وتأهيله، حتى أن الهيئة الملكية بادرت أيضا بعمل دورات وتدريب لشباب المنطقة الشمالية تنفيذا للوعد.
الأخوان في قطاعات الدولة في سواء كان في وزارة البترول أو شركة معادن يعملون عمل جبار جدا لتنفيذ هذا العمل، وزارة الصناعة، قطاعات مختلفة تعمل سويا. نحتاج يعني عندنا بعض القصور، عندنا بعض الأمور اللي يحتاج أنه نكون قريبين من بعض وأن نتكامل وأن نعمل سويا، لأن القيادة تفكر وتوجه والمسؤولية على الأجهزة التنفيذية في تحقيق هذه الوعود. من ضمن المسؤولية سمو الأمير الركائز الأساسية لتحقيق أي تنمية أو لأن تكون التنمية هذه ناجحة الاعتماد أو غرس مفهوم المسؤولية المجتمعية والشقيق لها وهو الإدارة الشاملة، ومن ضمنها طبعا على سبيل المثال الخطط الخمسية. ما في شك أن الإدارة مهمة جدا، والبيروقراطية الحكومية كما يسمونها دائما يضعها الكثير شماعة لعدم نجاح التنمية. أنا أعتقد أن الأنظمة الموجودة فعالة، لكن يجب علينا أن نستفيد من هذه الأنظمة إلى أبعد نقطة. أنا الإدارة الشاملة مثلا بالجبيل ينبع حققت نجاحات هائلة جدا، وما أعطيت الهيئة من تسهيلات ومن نظام خاص بها ومن دعم. يعني لكن تتصور أنه الملك يزور الجبيل ينبع في 5 مرات في حوالي 3 سنوات، الملك يترأس مجلس إدارة الهيئة، الملك يوجه الوزراء بي. فهذا النظام أنا أعتقد نحتاج له في كثير من القطاعات الأخرى حتى ندعم التنمية الشاملة للمملكة. أيضا يجب علينا كجهات تشريعية ورقابية أن نساعد الأجهزة الحكومية على تنفيذ مشاريعها. اليوم الشيء المبشر أنه أصبح عندنا قطاع خاص قادر أن ينفذ كثير من هذه المشاريع، كنا نجد صعوبة في السابق. فأنا أعتقد أن اليوم ما لنا عذر كمسؤولين، القيادة وفرت كما ذكرت ولله الحمد، تتوفر الموارد المالية والاحتياطيات الكبيرة جدا، البلد بخير، أمن، استقرار. يجب بس أن حنا نعمل كمسؤولين على تحقيق ما يصبو له القيادة وما تصبو له الأجيال القادمة. هذا هو المأمول. صحيح طبعا، والملك قالها طلعت من ذمتي وصارت برقابه كبير مسؤولين. عموما سمو الامير، يعني انا اشكر لك حضورك، نشكر لك اطلالتك الامير سعود بن ثنيان رئيس الهيئه الملكيه للجبيل وينبع، دامت ايامك اعيادا كما هو الوطن دائما. شكرا جزيلا لك. وناسف ان قطعناك عن الرتس احتفالات. شكرا لكم، والحمد لله ستكون ان شاء الله كل ايامنا احتفالات. امين. وكل يوم احنا نحتفل بمشروع ومشاريع عملاقه. ما نلمسه اليوم المملكه اصبحت ورشه عمل في كل مناطق المملكه، تنميه شامله، مشاريع. الملك الله يحفظه وولي عهده ركزوا على الانسان، برنامج البعثات وبرنامج طموح جدا. عندنا محور مشاريع العملاقة في المملكة اليوم لا تحصى. صحيح. يعني أنا لا أستطيع اليوم أني أحصي مشاريع العملاقة الموجودة في أي مدينة تجدها ورشة عمل. مبروك لنا، ونأمل إن شاء الله أن يحفظ الله هذه البلاد وأن يدوم الاستقرار والأمن، وهذا إن شاء الله بحول الله إن الله يحفظ هذه البلاد. آمين. كما حفظها في السابق. وأشكر الـ MBC وأشكركم كزملاء، وإن شاء الله نحتفل في السنوات القادمة بإذن الله، ونحتفل معكم بالأربعينية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا سعادة الأمير علي. إحنا عندنا مجموعة أيضا لقاءات تجرها الزملاء مع أمراء المناطق، توجه إلى لقاء مع أمير منطقة مكة مع والزميل سامي جميل.